مساء الخير مشاهدي ابو كبير ميديا من كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في تغطية جديدة. احنا النهاردة متواجدين مع والدة بدر. بدر شاب، يعني لسه في بداية حياته، لسه بنته يعني مفرحتش بكلمة بابا. بدر اتقتل على يد اشخاص وشقيقه يعني اتصاب. تفتكروا ايه الحكاية اللي يخلي اشخاص تدمر اسرة بدر؟ معانا والدة بدر زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، خلينا نعزيها الاول ونعرف منها التفاصيل الكاملة. ديب فريزر نهى حياة بدر وإصابة شقيقه، لا قدر الله كان برضو هيموت. خلينا نعزي مامة بدر ونعرف منها التفاصيل الكاملة. البقاء لله يا أمي. ونعم بالله. احكي لي ايه اللي حصل. قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. الموضوع دي في ليزر زي ما العالم كله عارفين، تمام، اني قبلها بيوم، قبل اليوم المشؤوم، اتكلم محمد وإسلام على الديف ليزر، شيله لا ما مش هشيله، لا شيله، لا طب اصبر علينا كام يوم، كلمه من ده وكلمه من ده، شدوا مع بعض واتخانقوا سوا. راح قال له محمد بتاع الكشري، ياض انت ياض، انا ههينك يا ابن كذا. اسلام رد له الشتيمه وفضلوا يشدوا قدام بعض واتخانقوا مع بعض، وكله اسلام راح على المحل والتاني مشي. جه تاني يوم اللي هو اليوم بتاع يوم الاثنين اللي هو 9/9، كنت بايتة عندهم هنا في البيت عشان ابن بنتي ساكنة فوق هنا، ابنها كان عامل عملية الخصية، فأنا كنت معاه في المستشفى وجيت وبت معاهم. ف وأنا نايم وهو الصبح بفتح عيني بقول له يا إسلام إيه ده، الساعة بقت 11:30 ولا 12:30 ولا 12:15 يا ربي، ولا مش رايحين؟ قال لي مش عارف يا أم، هنروح النهاردة ولا هنأجز عشان يوم الاثنين ده بيبقى اجازه. فقال لاخته الصغيره انزلي اسالي بدر هنروح الدكانه ولا هناخده اجازه. نزلت خبطت على الباب، فتح لها بدر، فبتقول له اسلام بيقول لك هنروح ولا هنأجز. كان بدر لابس، قال لها ايه قولي له. لا اسلام باصص من فوق، يا بدر نأجز النهارده؟ قال له اسلام عندنا حتتين لحم نروح نلمهم ونيجي ساعتين وهنيجي مش هنتاخر. خدوا بعضهم واتكلوا على الله. فعلا ما فيش ساعتين لقيت بنت عمتي الشارع اللي جنبنا هنا بتتصل، يا اسلام مال بدر؟ بدر ما فيش حاجه يا ماما، بدر لسه نازل من شويه. مال بدر واسلام في ايه؟ ما فيش حاجه، ده لسه نازلين من شويه. هي بتعيط وبقول لها في ايه؟ قالت لي طب ما فيش حاجه حصلت، ما فيش خناقه، ما فيش حاجه؟ قلت لها لا ما فيش، ده تلاقي ايه وابن عمهم هو اللي في الشارع هنا، هم اللي ايه اللي متخانقين. إيه؟ فقالت لي طيب اتصلي شوفي ولادك فيهم ايه. فقلت لنورهان بنتي اتصلي بجوزك، جنبهم فاتح محل جنبهم، اتصلي بيه واساليه لو في حاجه. راحت اتصلت بيه وقالت له بدر ماله يا فتحي؟ قال لها ما فيش حاجه، في ايه، انت فين، انت فين؟ قالت له انا في البيت. طب بدر كل ده حضرتك مش متخيله ان في حاجه مع بدر واسلام؟ لا لا خالص، لسه نازلين رايحين شغلهم، ده ما فيش ساعتين ولادي نازلين وهيجوا بدري عشان ده يوم نقعد مع بعض. فرحت اتصل هو بقى مش عايز يقول لها بدر مات، عمال يقول لها ايه، بتقول له بدر، قال لها بدر مات. وقعت التليفون على السلم من ايديها وقعدت طولته مع السلم وتقول بدري مات. فانا جيت انزل وقعت على السلم. وهم عرفوا منين ان بدري مات؟ الناس كلها عرفت في العزبه الخبر لما هم اتصلوا بولاد عمهم، التليفون بتاع اسلام قال لحد اتصل بولاد عمي، خد التليفون بتاع اسلام عشان يتصلوا بتاع بولاد عمهم يروحوا لهم على المستشفى. اتصلوا طبعا ولاد عمهم اللي بعد السكه، اتصلوا بولاد عمهم اللي هنا، فطبعا منهم جوز بنتي ابن عمهم، بنتي واخده ابن عمها، فطبعا الخبر كان سمع. طبعا هم في العزبه الناس كلها سمعت واحنا هنا مش عارفين حاجه. اما سمعت الخبر وقعت على السلم
دول ماما 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 قومي. انا بقول لهم بدري مين بدري مين، نزلنا ما نعرفش لبسنا عبايات، دون عبايات لبسناها، جرينا رحنا عند الموظفين مستشفى الموظفين، لقيت عالم عالم قد كده عند الموظفين. بقول بدر فين ومسلم فين، ولادي فين؟ خايفين يقولوني ان بدر في التلاجه واسلام في العمليات، عمال انده على بدر. في الاخر بيقولوا لي بدر بدر في العمل، بدر يقولوا لي بدر بدر في التلاجه، بدر في التلاجه واسلام في العمليات. بقول لهم بدر مين اللي في التلاجه؟ قعدت انده على بدر، يا بدر رد عليا، يا بدر رد عليا، بدر ما بيردش عليا. بقول له انت من امتى يا بدر بتسيبني انده عليك وانت ما بتردش عليا يا بدر؟ انا وانا بتكلم معرفش ما حسيتش بنفسي بعد كده، مش عارفه ايه اللي حصل لدراعي وبقي. دخلت مستشفى الموظفين ادولي الحقنه اللي هي بتسيح الجلطه شويه وخرجت. انا كل ده بنده على بدر وعقلي ولا قلبي مش مصدقين، قلبي بينحر وبينده عليه، بس عقلي بيقول لي انت بتعملي كده ليه؟ لا بدر مش ميت ولا بدر ولا بدر في حاجه. كل ده علشان دي فريزر؟ وكل ده علشان دي فريزر. هل كان في بينهم خلافات سابقه؟ هو الخناقه اللي هي قبلها، هي الخناقه اللي هي قبلها دي، ما فيش حاجه تاني. هو راحوا ولادي بيفتحوا الدكانه لقوا الدفليزر في الشارع، طلعوا له الدفليزر في الشارع عشان ليه بقى ليه؟ ده بيتهم طيب لا ولا لا؟ هو كانوا مخزن مأجرينه سوا، تمام، كانوا مأجرينه سوا. هو اشتراه محمد دوا بتاع الكشري من صاحب البيت، واسلام اجره من محمد بتاع الكشري شهر، ومحمد بتاع الكشري كان بياخد مننا شغل الكشري بتاعه. وبعد كده لما جت جه بعد كده الشهر خلص، قال له ايه شيل شيل الفليزر، شال اسلام فليزر وفضل فليزر عشان يتصلح. وهو فضل الفليزر، شيل الفليزر بكره، شيل الفليزر، شيل الفليزر، شيل ده هشيله وده هشيله. هما الكلام حصل على الفليزر. هو اليوم بقى المشؤوم ده لسه رايحين ولادي يفتحوا، اللي بيبص اسلام لقى الفليزر في الشارع، طلع له الفليزر من المخزن عشان تقوم الخناقه، عشان تقوم الخناقه. متربصين عشان تقوم الخناقه، ولسه يا دوبك بيتكلم معاه لقى بعد عنك يا حبيبتي. وقفوا الشارع بالشماريخ وبالشوم عشان محدش يخش يحجز. الصنايعيه اللي عنده صنايعيه بتاعت الكشري وقفت الشارع من ناحيتين عشان محدش يخش يحجز عليهم. وهو محمد ومحمود الاخوات ماسكين سكاكين، والصنايعي اللي عندهم ماسكين الشوم والشماريخ. هي كده الفكره بقى، مش فكره دي فريزر. قولي لي بقى دي فكره بقى ايه؟ حقد بينهم ان هو يموت، يقول له هموتكوا يا ابن دين الكلب. استغفر الله العظيم. بيجري وراهم وبيقول له بيقول لهم هموتكوا يا ولاد يا ولاد الكلب. انه يمسكوا ولادي يعملوا فيهم كده علشان ايه؟ تموتني عشان ايه؟ يرضي ربنا دوا؟ ما يرضاش ربنا. الشارع كله اصلا خايف في الشارع هناك. الشارع ما يرضاش ربنا. استأذنك تقربي كده، انت عارفين بدر ما كانش بدر. حضرتك زوجة بدر؟ قولي لي انت جالك الخبر ازاي؟ احنا كلنا كنا قاعدين فوق برضه. احنا كلنا كنا قاعدين فوق يعني قاعدين ما فيش حاجة. ابن اخته عامل عملية واحنا قاعدين معاها وكده. شالوا الكاميرات، شالوا الكاميرات، الكاميرات اتشالت اللي كانت عند بتاع الكشر، الكاميرات اتشالت التانية. خايفين منهم، خايفين منهم، والناس كلها شافت اللي حصل وخايفين يشهدوا. هما بلطجية بقى ولا ايه؟ ايوه كانوا كاسرين، كانوا قبلها بكام شهر كاسرين لواحد الفك بتاع بقه معمول. شهر 8 اتخانقوا مع شاب عمل شريحة ومسامير في دراعه، شرايح ومسامير، عمل عملية وعمل لهم محضر، وعمل لهم محضر وجاه. والمرة دي على ولادي، يعني دول مش بتوع كشري، دول بلطجية ولا دول ايه؟ ولا واخدينها عافية؟ ولا هم بفلوسهم بيقدروا يعملوا كل حاجة؟ احنا معانا الحكومة ومعانا القضاء. انا مش عايزة، لان بدر مش كانت في بدر وحطوا له، يعني هو اسلام قال له ما تخرجش من الدكانة، خاف على اخوه. وهم ماسكين اسلام بالشومة، فتحوا له نافوخه من ورا وضربينه هنا بالسكينة برضه، وجايبين له السكينة كده. اسلام عمل كده، جات له هنا السكينة اتخيطت. يعني هما كانوا قاصدين ان يموتوا اسلام كمان، يموتوا الاثنين. وبيقولوا لهم هنموتكم يا ولاد الكلب ولا يا ولاد الكلب، هنموتكم. بيجروا وراهم يقولوا لكم هنموتكم. بدر ما عملش حاجة، حطوا له الشمروخ كده قدام عشان يجري من الدكان. الدخان هتطلع من الشمروخ، الدخان هتطلع في قلب الدكانة، فبدر من الدخان هيطلع يجري
طلع يجري بدر جري وراه بالسكينه، اداها له في قلبه وبطنه، قلب ابني باين وبطنه مصارينه باينه، وبيجري من حلاوه الروح بيجري بيجري وراه واداها له في ظهره من ورا، اداها له في ظهره من ورا، ولا في حد يستوعب اللي حصل لبدر في الدنيا. ليه طيب؟ انا بقول النائب العام ورئيس النيابه والمباحث وكل اللي ليهم يد، اللي حصل لبدر دوه ما يرضاش ربنا، وربنا قال القصاص، ربنا قال القصاص. انا عارفه ان الحكومه بتاعتنا مطالباتك ايه؟ القصاص، يموت زي ما ابني زي ما موته غدر، ابني موته غدر وبيجروا وراهم هنموتكوا، ده كده هو غدر، غدر ان رتبوا نفسهم واولادي لو ما يعرفوش ان في خناقه ولا في حاجه ورايحين لوحدهم، مفيش غير صنايعي مسكوا الصنايعي ادوله على دماغه خفوا جري، خفوا جري وعامل لهم برضو محضر، ها واستفردوا باولادي الاثنين، وانتوا وانتوا انت مش معاكي غير بدر واسلام بس؟ ما عنديش غير، انا ما عنديش غير بدر. بدري معاه اولاد ايه؟ بدر عنده طفله سنه ونص، حول الله سنه ونص. اما تسالني فين ابويا اقول لها اتقتل، اقول لها ابوك اتقتل عشان ايه؟ من بتاع الكشري يعني المعروف الجزارين قواي، بس ولادي مش قواي، بيخافوا ربنا، بيخافوا ربنا. كان المفروض ولادي هم بيعرفوا يمسكوا السكينه، ولادي بيعرفوا يمسكوا جزارين وبيمسكوا السكينه، مش بتاع الكشري البلطجي دوت اللي يموتهم بالطريقه دي. ربنا يصبرك يا امي. قولي لي انت عايزه تقولي ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. احنا عايزين حق بدر، احنا كلنا طالبين، احنا عايزين حق بدر، عايزين القصاص. البقاء لله، البقاء لله يا امي مره تانية، وان شاء الله حقه هيرجع. ويعني خالص التعازي من منصه ابو كبير ميديا بتعزيكي، وان شاء الله حقه هيرجع. اللهم امين. انا واثقه من قضائنا العادل، ان شاء الله ان شاء الله هيجيب حق بدر باذن الله، ودم عمره ما هيروح حضر ابدا باذن الله. القضاء بتاعنا ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك، شكرا ليكم مشاهدي ابو كبير ميديا من كل مكان.